بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، واخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به اعين عميا واذان صم وعيون الفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، تحدثنا امس واول امس حول قوله تعالى وامهاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، كانت محاضرة أول أمس. ثم قوله تعالى وجعل أزواجا تسكن إليها وجعل بينكم مودة، فكان درس أمس حول معنى المودة، وأن المودة من مادة ود يود، فهي مودة، ومنها اسم الله الودود. وقلنا معنى الودود أن يصل من قطع مع الحب ومع الرأفة ومع الرحمة على من قطع. وحياة الزوجية ليست لحظة بل مستمرة، ولاستمراريتها أذن الله بانكشاف العورات كلها بين الزوجين، بل ووقوع الأخطاء جملة وتفصيلا بين الزوجين وتكرار ذلك. هذا أمر فطري، والقرآن نص عليه حين قال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى يعني أخرج كل ما بداخله من حسن وسيء. واضح المعنى؟ لا، شرحنا نفس التفصيل، نلخص حتى نكمل الموضوع الذي توقفنا عنده بالأمس. هذا الجانب الذي يظهر من الرجل للمرأة والمرأة الرجل لن يدوم إلا بالود، بأن يغفر ويرجع مرة أخرى، يغفر ويرجع مرة أخرى. وهذا يعني دوام مغفرة الرجل لأخطاء المرأة ودوام مغفرة المرأة لأخطاء الرجل. ما لم يكن بيننا ذلك لن تقوم مودة، فهذا معنى المودة. كلما أخطأت المرأة غفر لها، وكلما أخطأ الرجل غفرت له، فيغفر بعضنا البعض ورحم بعضنا البعض. فالمودة هي المغفرة المستمرة. وكنا لكي نعالج هذه الأخطاء التي تقع حتى نصل لمرحلة نفقد فيها المودة، قلنا بداية الخطأ، الخطأ وارد ولا يخلو بشر من خطأ، ولا بد أن نسلم بهذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ما في إنسان مش مخطئ، خطاء خطاء عليه فعال يعني كثير خطأ متكرر منه مش مرة. فلا نعد ولا نحصي، هتعد الأخطاء وتحصي هتنتهي الحياة الزوجية، لن تقوم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين أن تقوم. الرجل مطالب أن يعالج أخطاء المرأة أول بأول حتى ينقذها من النار، وهي مطالبة أن تعالج أخطاءها أول بأول حتى تنقذها من النار. فلا يموت أحدنا على عيبه وخطئه. قلنا هذا الأمر يحتاج للتفصيل. فهذا الخطأ الذي يقع سماه ربنا في القرآن جاهلية، وأمرنا بالتعامل معه، وأنه واقع موجود لا تفر منه. هتترك امرأتك، هتتزوج امرأة أخرى،
عندها ما عندها الأولى. والعز ملك أنت في الجنة إن شاء الله، لكن في الدنيا أنت تعامل مع بشر. فالخطأ وارد عند المرأة لا محالة، والجاهلية واقع منها لا محالة، وكذلك رجل. فلابد أن تعلم المرأة هذا وتعلم الرجل هذا، وأن نتعامل مع الواقع القائم على أنه لا مفر لنا منه ولا محيد للعالم. الإنسان إنسان بنقصه وعي، وكل الناس كذلك. لذا جاء نص القرآن ليبين لنا أن الإنسان ثلاثة أحوال في أخلاقه: إما خلق موهوب وعطاء الإنسان فيه عالي جدا جدا جدا، همته عالية، عزيمته عالية، إرادته عالية، وإما خلق معيوب، وده موضع إشكال. هذا الخلق المعيوب يترتب عليه أخطاء في حق الطرف الآخر، ولا يخلو بشر من هذين. لا يوجد إنسان على الأرض ليس له خلق موهوب وليس له خلق معيوب، وبين هذين خلق معروف لا هو فيه الموهوب ولا المعيوب. دي الأحوال الثلاثة، ورب العباد وضع لنا قواعد للتعامل معها. كيف نتعامل مع كل حال؟ مع الخلق الموهوب، مع الخلق المعروف، مع الخلق المعيوب. فنص القرآن على هذا في الآية الجامعة التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. هذه الآية جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق. آية واحدة، وفيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا لكي نعالج الخطأ لابد أن نتعامل مع الإنسان على أن له هذه الحالات الثلاثة، ليست حالة واحدة. مش فقط يخطئ، لا، هو يخطئ في جانب، لكن يحسن في جانب آخر. هو جاهلي في جانب، لكن موهوب في جانب آخر. لابد أن ننظر للجانب الحسن. والنبي حضر على هذا حين قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن كره السلوك المعيوب أو الجاهلي الذي عندها رضي منها الآخر، رضي الموهوب التي هي فيه، فاقد من حولها من إنسان. وكذلك الحال مع أولادك، مع بناتك، مع إخواتك، مع إخوانك، مع مرؤوسيك، مع رؤسائك. لا يوجد إنسان يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. وأنت مطالب أن تتعامل مع هذه الأحوال الثلاثة عند كل إنسان. ما لم نتأدب بهذا الوحي لن تستقيم حياتك مع الناس، لن نألف الناس ولا نألف الناس. لابد أن تدرك هذه القواعد الأخلاقية إخواني، الذي وضعها رب البرية والعليم بالخلق، ألا يعلم الخلق واللطيف الخبير؟ وضع هذه القواعد. فنلمح اولا على الخلق الموهوب، ولكن نحتاج لسير التفصيل. اكتشاف الخلق الموهوب اصل، لابد لكل مسلم يتعامل مع اي مسلم اول ما يفكر فيه اين جوانب الحسن فيه، اين موهبته، فيعينه على تنميتها. ليه؟ لأن هذه ستكون العمدة التي يتعامل الناس جميعا معه من خلالها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. أي إنسان مسلم يبحث أين موهبته، أول ما يبحث عرفوها ينموها فيه، نمت عنده أصبح له دور في الأمة، أصبح بهذه الموهبة يستطيع أن يعطي عطاء أمه. الذي يعطي هذا العطاء العالي جدا، يجعل هذا العطاء كما قال ابن القيم وغيره بمثابة توكلة، مسند نعتمد عليه. كلما صدرت منه جاهلية وضعناها أمام خلق الموهوب، فننساها أولا بأول، نغفرها أولا بأول. وبهذا يستمر الإلف ويستمر التعارض بين الناس،
وإلا لو كلما أخطأ إنسان في حقي هجرته وعطيته ظهري لن يبقى لي صاحب، لا زوجة ولا ولد. كل هؤلاء لم أخطأ، كل هؤلاء في جهلية. إذا ندرك لكي نتآخر ونتآلف وألفنا ناس ولأف الناس، لابد أن نعرف هذا من كل إنسان. فنسعى جاهدين أن ننمي في الغلو، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والصحابة فعلوا مع كل من أسلم بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أصحابه مدح كل صحابي موهبته، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي وأمتي أبو بكر. وإحنا ألمحنا على سيدنا بكر وأثر رأفته حتى مع الكفار، مش مع المسلمين فقط. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فرأفة الصديق لما نماها النبي فيه صارت تعدل رأفة الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن ده رسول رؤوف رحيم بنص القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر. قوة عمر في الحق كان لا يحامي، حتى صارت قوته في الحق تعدل قوة الأمة. من عنده قوة عمر في الحق؟ إذا كان فوق الصحابة، من يلحقهم التابعين وتابع التابعين وأجلاله؟ وذلك أصبح عمر في هذا الباب أسطورة واحدة، أسطورة يعرف القصر الدال القريب البعيد، الكل يخبر لها قدرة. هذا خالد بن الوليد، وخالد كان يعتبر ند لسيدنا عمر نفس يعني، ده من بني عدي وده من بني مخزوم، وده بطون متساوي. وخالد كان جسمه كجسم عمر، طوله عرض طول العرض، واخواته كلهم ما شاء الله اولاد الوليد المغيره كانوا كلهم اجساد. ولذا نص قلنا على هذا: قد وبنين شهود، ذرني ومن خلقت وحيدا، جاءت في الوليد المغيره ابو خالد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اولاده كانوا ما شاء الله كلهم قامات، طول عرض وجمال خلق كمان. خالد بن الوليد، وليد بن الوليد، عمارة بن الوليد، عمارة بن الوليد كان يعتبروه أجمل فتى في قريش. قريش لما جاءت تسأل أبو طالب، قال: يا أبو طالب تعطينا محمد بن أخيك ونعطيك أجمل فتى في قريش عمارة بن الوليد. فأراد أن يبادر رسول الله بعمارة بن الوليد، بعمارة، لأن عمارة كان هيئة طول عرض وجمال. أن أذكر هذا حتى ندرك ويكون هذا تصور الواحد. فسيدنا خالد كان ند عمر. لما ولى عمر خالد قيادة الجيش في حرب الفرس ثم في حرب الروم، سيدنا عمر فوجئ. خالد موهوب، وموهبته كانت في قتاله في جهاده. ونشوف النبي اكتشف هذا ونماها فيه بشكل عجيب عجيب، حتى وصل لمرحلة كان لا يدخل معركة إلا وانتصر فيها. غزا في الإسلام 55 غزوة أسرية، انتصر فيها جميعا، لم يجب الأمر. الشاهد انتصر في بدأ يغدو أو يقود الجيوش خلافة الصديق، خلافة سيدنا عمر، لغاية وصل لمرحلة فتن الناس به. الجهاد لم يكن الجيش نظامي، كان كله تطوع، اللي عايز يزداد يطلع. كل حديث العهد بالإسلام اللي أسلم عند خالد الوليد يسلم ولك اطلع جهاد مع خالد، حتى
كادت الجبهات الأخرى تغلق. الأمة على عشرات الجبهات. كل الناس تقاتل في جبهة خالد ويسيبوا كل الجبهات. ليه؟ لأن جبهة خالد رابحة. انتصارات مستمرة وغنائم وفلوس وبزنس شغل. فكل راح على فين؟ وخاصة حتى سعادة الإسلام لسه ليس عندها الخلفية الإيمانية موجودة عن أصحاب. ده لسه حتى سعادة الإسلام. فما زالت الدنيا لم تنزع الصدور. فكلهم همهم خالد. لأن وراءه الانتصارات فرحة الإنصار ثم الغنائم والأموال. ها؟ ويطلع في الآخر المجاهد اللي فتح البلد فلان فتح البلد فلان. ففيها الفخر وفيها النصر وفيها المال وفيها الغنائم. كل ده موجود. فسيدنا عمر لما فوجئ في فتنة الناس بخالد كل واحد غلط. وخالد في عز عنفوانه بل في ساعة انتصاره. وكانت المعركة الفاصلة بينه وبين الروم فتح دمشق. كان عم خالد قائد الجيش ونائبه أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة. سيدنا أبو عبيدة أسرع من خالد. لكن عمر ولى خالد لأن القيادة عايز خالد أكثر من أبو عبيدة. هو اللي ولاه مش حد ثاني. يعني اللي ولى سيدنا خالد سيدنا عمر. الشاهد لما فوجئ إن الجبهات الأخرى خوت والكل رايح على خالد أصدر قرار مر على نفسه شديد على نفسه جدا بعزل خالد من خط الجيش وتولية أبو عبيدة نائب وأمير الأمة. صدر الأمر من عمر لأبو عبيدة إن جاءتك بعد الحمد لله عليه الصلاة والسلام إن بلغتك رسالتك هذه فتولى أنت خير الجيش واستعن خالد ما تسيبوش. سيدنا أبو عبيدة أمير الأمة جاءته رسالة عمر وحرب دمشق دائرة لكن أبشكت المعركة تنتهي بانتصار المسلمين. أمير الأمة أمين يا إخواني مع أنه النائب الأول لخالد. لو تولى قيادة الجيش في اللحظات الأخيرة لنسب النصر إليه ولصار أبو عبيدة هو فاتح دمشق مش خالد. معنى الفتح الحقيقي من؟ خالد. أبو عبيدة أبى أن يأخذ الرأي من خالد وتركه حتى تتم له معركة وينسب فتح دمشق له لا لأبو عبيدة. ما أن أبويد من نائب الأول يعني الرجل الثاني بعده والمشارك معه في كل حركة تمت وفاتح معه بالأزاء. لكنه أبو عبيد أمين الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذي موهبته لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. فلما انتهت المعركة قال يا خالد والله ما لي بقيادة الجيش من حاجة. أنا مش حابش أقول مع أنه النائب بتاع ولكن طاعة أمير المؤمنين واجبة وهذا أمره. فأطلع خالد على أمر عمر. تخيل القائد العدل وهو مسلحة لو شلت منه نجمة يحصل له إيه؟ خالد تنزع منه كل رتب ويتحول من قائد عالي لقائد مسلح يصبح جندي مش نائب جندي. طبعا المنظر صعب جدا لكن على الكلام علينا احنا لان الدنيا في نفوسنا. خالد لا يا خالد جهادك النصر الحق لا لنفسه ولا لمنصب ولا للدنيا ولا للمال ولا الكلام. كل هذا يخطر لخالد بال. فلما راى امر عمر اخذ الامر من ابي عبيده وقبله. حتى نشوف نظم قصيده ده وهو اسس هذا المشهد يقول اتاه امر ابي حفص ف
فقبله كما يقبل آية الله تاليها. ليه قبله؟ لأنه يعلم أنه قائد الجيش مسؤول عن كل جندي في المعركة، عن دمه وعرضه وحياته وسلامته، لكن الرسم الجندي مسؤول عن نفسه. أمير المؤمنين عفاهم مسؤولية، يفرح ويحزن، العقل يفرح، المتعلق بالدنيا يبكي، لأن كل المنصب عنده هدف وغاية أبدا. فقبل الأمر بنفس رضية فرحة جزلة. من المقابش الأمر الجنود، حديث العهد الإسلام اللي لهم مصلحة في وجود خالد، تجمع على خالد، قال يا خالد إنها الفتنة، عزك ده هو الفتنة، قم ونحن معك، اعمل الكلام أسكر على أمر ونحن معك. هم لا يعرف عمر ولا يعرف خالد، فعلوا هذا بجهلهم. حتى في عهد الإسلام لسه مش لين جدد، قم ونحن معك. قال ويحة فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، الفتنة دي غير حياة عمر، مع أي إنسان أخذ غير عمر. عمر لا يفعل هذا من هواه أبدا، خالد يعلم هذا من عمر، ويعلم قول النبي في حقه وأخواه في الحق عمر، ويعلم أن ما فعله عمر هو قوة في الحق ونصر الحق. لذا قال فتنة ويحكم فتنة بخطب حي؟ لا والله، يستحيل، في حق عمر نصوص ثبتت، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبل المحدثين ملهمين وفي أمة عمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. نتكلم عن مين يا اخواننا؟ ده عمر. وفي حديث حذيفة الصحيح صحيح البخاري قال كنا جلوسا عند عمر فقال عمر أيكم يحفظ حديث النبي في الفتنة؟ قال حذيفة قلت أنا أمر بني. قال حدث. قال فتنة الرجل في نفسه وماله تكفره الصلاة والصيام والصدقة. قال لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر الشديدة جدا. قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باء. الفتنة تموج موج البحر دي مش في حال عمر، إن بينك وبينها باء. فعمر فضل بن حذيفة عرفه، قال يا حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ قال من يكسر؟ قال اذا لن يغلق ابدا. فقال الصحابه يا حذيفه اكان عمر يعرف من الباب؟ قال نعم هو الباب عمر، كما يعرف ان اليوم دون غد، زي ما عرف النهارده قبل بكره، قبل بكره كان يعرف ان الباب الذي بين البشريه وبين الفتنه عمر، ان مات عمر قامت الفتنه. فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، عبارة خالد ما قال الفراغ يا اخواني، يعلم هذه النصوص ويعلم قوة عمر في الحق، وأن عمر لا يفعل هذا من هوى، ولا كما ذكر المجرمين في العصر الحديث الجماعة المستغربين والمستشرقين يقول لك أصل كان بين عمر وخالد صراع في شبابهم هما الاثنين، حصل بينهم مصارعة ومش عارف خالد ضرب عمر وبينتقم منه. ينتقم منه يا مجرمين، يا مجرمين، عمر يفعل هذا ومع خالد، ومع أنه أمر بعزله
ليحافظ على الدولة والأمة وتبقى الجبهات كلها سليمة والناس موزعة فيها، فعله كاره. ولذا قصة عبيدة قال استعد خالد ما تسيبوش، وقد كان أبو عبيدة فعل لما فرق فتح دمشق. سيدنا أبو عبيدة قسم الجيش اللي معاه، جيش أبو خالد، قسم نصفين، نصف معه ونصف مع خالد. فريق توجه لحلب الحمص، فريق توجه لحلب، ده فتح مدينة فتح مدينة. وحفظ سيدنا خالد المدينة التي ذهب إليها كانت فوق ربه جبل عالي، فجيشها محصن فوق الجبل. كلما نجل جيش المسلمين ربه بالسهام قتل عدد. فسيدنا خالد فكر تفكير عجيب، قال من أين يشربون؟ الجماعة فوق يشربوا ازاي؟ قال في أبار، يعني ما طلع تحت، طلع تحت، حددوا له أماكن الإبار، فحفر على الأبار من تحت ليقطع عنه الماء من أسفل، أسفل كده. فلما قطع عنه الماء نزلوا صاغرين، بلغ الخبر عمر وكان في الحدث، بكى بكى، قال والله ما عزلته تهمة ولكن لفتنة الناس به، ولئن رجعت بالحج هذا لأعدته لمكانه، رجعت هنا خالد. لكن إن شاء الله نزل عمر الحج وجاءه خبر وفاة خالد، فبكى. النساء جلوس صابرات محتسبات مسلمات موحدات، صابرات الواحد استشهد، ما انت عارف راجل صحيح، لكن تطلب الشهادة ولا وجه الشهداء. ولعل هذه برحمة الله على خالد وعلى أمه، لأن الرسول سماه سيف الله، يا خالد إنك سيف استدبر المشركين. لو قتل خالد لقال الناس كسر سيف الله، لكن أبى الله إلا أن يموت على فراشه، على فراشه، وهو يقول في آخر حياته وعلى فراش الموت، يقول ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خفين لي، فلا نامت أعين الجبناء. عمر لما بلغ الخبر بكى، النساء سببت سبب، لما رأينا أمير المؤمنين فغرت البكاء انفجرنا كلهن في البكاء. الصحابة قال يا أمير المؤمنين نفتح مندبة بقى، يا أمير المؤمنين هل نهيت عن نساء البكاء؟ قال دعوهن يبكي، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. ما كانش البكاء على خالد بطل أسد أسود السلف على من؟ دعوهن يبكي فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. إذا موهبة عمر في قوات الحق وقس على هذا، كيف المهد به فيه حتى صار عمر بهذه الموهبة أمة واحدة من يجاليه؟ وقس على نساء الصحابة، قالوا أشد من حياء عثمان، أين حياء الأمة من حياء عثمان؟ أسطورة في الحياة. النبي نفسه كما تقول أم عائشة كان النبي جالسا في بيتي حجتي، فجاء أبي فاستأذن والنبي جالس كاشف عن ساقيه، يعني رفع هدومه ساقيه من أسفل البيت، فدخل أبو بكر وهو على حاله وجلس أبو بكر، ثم استأذن عمر فأذن النبي له وتقول له رسول الله اجلس على حاله، على نفس الحال. فلما جاء عثمان للسدين أذن النبي له وشد رداءه إزاره على رجليه أخف ساقيه. السيدة عائشة جالسة لاحظت، فلما خرجوا قالت يا رسول الله
جالسا كشف راس اخيك وجاء ابي فاذنت له انت على حالك، وجاء عمر فاستاذن فاذنت له انت على حالك. فلما جاء عثمان المستاذن شددت عليك ازارك. قال يا عائشه: اما استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ الصغير ليس عوره، لكن حياء عثمان يمنعه ينظر لساق رسول الله، حياء عجيب. اما استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ اذا ندرك كل صحابي له موهبه خصه النبي بها. ولما سيدنا علي كان عنده موهبه عجيبه في فض الخصومات القضاء، حتى قال النبي في حقه: واقضاهم عليه، اعلى الامه قضاء عليه. اي مشكله باثنين اعطى الله عليه موهبه كيف يصل للحقيقه ساعه الخصومه ويحل المشكله. حلال الاوقات علي بن طالب، سيدنا عمر كان يعرف هذا منه، فكان حتى ولي الخلافه اذا جاءته معضله سيدنا علي في غزوه يقول: معضله ولا ابا الحسن لها. مشكله عزب الحسن حلال عقد، بل كان عقبه يقول: اللهم لا تقعني في بلده ليس فيها ابا الحسن. حل المشاكل كبير جدا لسيدنا عمر وخليفه المسلمين. ندرك اذا كل صحابي اعطي موهبه النبي اكتشفها فلمها فيه حتى برع فيها. الصحابه فعلوا هذا، كانوا اذا فتحوا اي بلد ينظر في اخلاق الناس، اين موهبه كل موهوب، يكتشفوها بموهبه. ابدعوا ابداع عجيب، ابداع عجيب. كيف استفادوا بموهبه كل موهوب؟ يا اخواننا لو تدبرنا في التاريخ كل الحضارات التي قامت على هدى العفو، كل حضارات لو ان الحاكم استفاد بموهبه المجموعه الموهوبه عنده في النحت بس بنى حضاره في النحت، لو استفاد بموهبه الموهوبين في الصناعه بنى حضاره صناعيه، لو استفاد بموهبه الموهوبين في الزراعه بنى حضاره زراعيه. وخس على هذا ربنا يقول: قل خذ الأثر، يأمرنا بالاستفادة بموهبة كل إنسان في مجالها التي فرغ فيها. يبقى مطلوب الأمة مش تكون حضارة في باب، تكون حضارة في كل باب، وتفوق الأمم في كل جانب، لا في جانب دون جانب. ودي خطورة حضارة الإسلام، ده مش حضارة عادية، مش حضارة صناعية ولا حضارة زراعية، لا حضارة شاملة جامعة مانعة. ما ترك الجانب إلا فاقت الأمم فيه. كل ده مداره على كلمتين: خذ العفو، استفيدوا في موهبة كل موهوب، نموها نموها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة مسلما، أبو هريرة رجل متأخر أسلم والنبي في خيبر، جاء مسلما والنبي في خيبر، هو أسلم في لوس في اليمن، وجاء مهاجرا وصل والنبي في خيبر. عمره في الإسلام محدود 4 سنوات، 4 سنوات عاش مع رسول الله، لكن فوجئ النبي أن أبو هريرة عجيب، فهم كثير، عايز يعوض، مع انه كان من اغنياء لوس، نسي المال ونسي الدنيا، واقام بجوار النبي في مع اهل الصوفه من ابن غنى، لكن اقام مع اهل الصوفه داخل المسجد ليراقب النبي من لحظه خروجه من حجرته، لا يتركه ولا يحرم موقف معه ابدا. فكان ينازل رسول الله مساء المغرب ليجمع ما فاته في التاريخ الماضي،
طالب علم من الطراز الاول. طب مش مقصود ده هاك وشرب ده اشتغل انت. اذا دخل النبي نام يطلع يدور على رزقه. جاب له درهم درهمين بدات معها اكل. قاعد امام النبي صلى الله عليه وسلم للملازمه. ملازمه كامله لابنها. بل كانت تاتيه اوقات يقوم في شده الجوع وخايف في موقف لا يدرك رسول الله الناس الكسر ولا جمع الموت. عجيب. طالب علم تحمل الام الجوع والام الفقر حتى لا يفوته سنه من سنة رسول الله ما عاش مع رسول الله. يقول عن نفسي كنت اتلو في المسجد حتى يظن الناس انني جنه انها جنون والذي نفسي بيده ما بي من جنه الا الجوع حييت ان اسال غير الله. ويقول كنت اسير مع رسول الله ببل بطني ما دام بطني فيها اي حاجه مشي انا ماشي مع رسول الله لا اترك لا اترك. وذلك جمع كم رهيب من الحديث فاق بها كل من سبقه الصحابه العشر رسول الله منذ البعثه 23 عام ما جمعوا مثل ما جمع ابو هريره في 4 سنوات لملازمه النبي دائما. حتى راى النبي منه هذه الملكه وهذه الموهبه فعرفها. يقول فنادانا رسول الله قال ابا هره قلت لبيك رسول الله مس عليك. قال ابسط رداءك. فبسطت ردائي فاخذ بيدي 3 حصيات وضعها في حجري ثم قال اجمع رداءك فجمعته فلم انس بعدها حديثا قط حتى اصبح راويه الاسلام الاول بلا منافس وبلا مناسب. بقيت بن مخلد رحمه الله تعالى لما عمل مسند لابو هريره جمع له وحده أكثر من 5000 حديث رواه أبو هريرة. كان رهيب. لما رأى النبي هذه الموهبة نمها فيه. لما احتاج لها استعملها. حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود أن وفد فارس قادم ليتفاوض مع المسلمين، وفارس دي الدولة الرقم الثانية. الروم والفرس أقوى دولتين في العالم. تخيل دولة أقوى دولة في العالم بعت ترسل من يتفاوض مع رسول الله. طيب ماذا يتكلمون؟ الفارسي. النبي نظر فوجئ أن سلمان الفارسي في سرية ولا يوجد من يترجم. طب نعمل إيه؟ يقول أبو هريرة فنادانا رسول الله قال يا أبا هرة قلت لبيك رسول الله سعديك. قال وفد فارس قادم الينا كن بيننا من القوم ترجم انت ترجمه فوريه. قال فعكفت على تعلم الفارسيه والكلام بها فاتقنتها في كام؟ في 15 يوما. صدمه 15 يوم يتعلم الفارسيه ويتكلم بها ويترجم ترجمه فوريه. الكلام ده بالنسبة لنا ايه؟ فوق الخيال مش خيال. ده اولادنا بنوديهم الحضانة نستنكر بنسميها حضانة ونقول لك ده كي جي 1 وكي جي 2 ودرس عشان يدرس انجليزية ولا فرنسية من كي جي 1 وكي جي 2 وبعدين وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة وتخصص لغة انجليزية وفي النهاية تلاقي حمار في الانجليزية. 15 يوم يتقن الفارسية وترجم ترجمة فورية مش هنهار لحظة. يقول أبو بن كعب لما قدم وفد يهود اليمن وكانوا لا يتحدثون إلا السلمية وعلم النبي مخدمهم وهم جايين في الطريق قال يا أبي كن بيننا وبين القوم. قال فأتقنت السليانية في 17 يوما. هؤلاء دول أهل بس هم الصحابة ربهم وهذا جزء
اسمه التربية الخطير، خذ العفو، نمي فيهم المواهب حتى يبرو كل واحد تظهر موهبته. اللي ظهرت موهبته ألا يغفر أمامها أي ذلة تقع منه؟ يغفر، يغفر. ولذلك الصحابة يقولنا فتحوا بس جزيرة العرب ولا فتحوا الأرض كلها؟ طب كيف خاطبوا الأجناس الأخرى؟ كيف دعوهم؟ فتحوا البلاد الأخرى بالفرسي، الناطقة بالسريانية، الناطقة بالأردن، الناطقة بالبشتو، الهندي وغيرها من الوقت. كيف دعوا أهلها؟ شيء عجيب. ملا الحفاظ المتقنين أثناء تحرك الجيش للبلد التي يريد فتحها يتعلم لغتها في الطريق، أتقن اللغة إذا وصل يحدثون بلغتهم. من يسلم منهم ينظر في مواهبهم، من منهم موهبته في الحفظ يأخذوه يعلمه العربية، في 15 يوم يتقن العربية يصبح دائما أمامهم باللغة لغته ويترجم له، شيء عجيب. وبهذا فتحوا البلاد، وهذا الله يقول من كل العباد من كل الناس. كيف ننمي هذه المواهب في نسائنا وابنائنا؟ سيدة عائشة تزوجت ابي طفل لكنها كانت امراه معصبه سنها، حاضت في 9 من عمرها، وده كان سن زوجها، وسن الحيض يبدا عند النساء من 9. يعني سيدة عائشة ليست بدعه بالامر، عدد النساء يحضن في 9، وخاصه نساء الجزيره مع الحراره الحيض مبكر، ما تنزلوش البدء هنا مع التلج، النسوان بتتبرد لا تبرد في 15 و16. لكن نساء الجزيره كانت المراه تبرد في 9 سنوات والرجل يبلغ في 10 سنوات. ولذلك الصحابه كان هذا سن زواجهم. عبد الله بن عمر بن عبد العاص ابوه تزوج عمره كام؟ 12 سنة، وأمه كانت 10 سنوات، وأنجبوا عبد الله بن عمرو. الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام. الرجال رجال والنساء نساء، لكن احنا في نساء عندنا محصفلة، عم يزيدون محصفل ما يستويش عندنا بسهولة، لا تحيط إلا في سنة بعد 16 عام. وضحت؟ ندرك هذا ليس مقياس على الست العرب. النبي تزوج السيدة عائشة وفي 9 عمرها، ومات عنها كم عام كان عمرها؟ 18 عام. خلال 9 عوام هذه جمعت من العلم ما لم يجمع كثير من علماء الأمة، موسوعة علمية، موسوعة علمية. يقول ابن عباس مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعقد درسها في المسجد، يوم في التفسير، يوم في الحديث، يوم في الفقه، يوم في السير والمغازي، يوم في اللغة والشعر. فيأتيها علماء الأمة من كل أرجاء الأرض يتعلمون العلم عنها عنها، ويقومون عن بحر واسع اللي حصلوه قليل من بحر علم عن السيدة عائشة. 18 عام، ده احنا الآن 18 عام طالبة في الثانوية العامة. يقول بس خد حدث مكي أخت من أخواته منتخبة وماشية معاها واحدة عروسة 18 عام، ماشية لابسة لبس حزة وقص لازم حاجة تقلب صعبة جدا. فأخ بقول لها اتقي الله دي بنتك، يعني عروسة، العروسة دي كتكوت، احنا بنعتبر 18 عام ايه؟ كتكوت. يبقى احنا عايشين في ايه؟ ها؟ في مزرعة فراخ بربي كتكوت، نسأل الله العفو والعافية، كتكوت. 18 عام كانت أم، أم تعلم العلم، كانت موهوبة. ولذلك الصحابة كانوا بيعتبروها
لكبار الصحابة. إذا استشكر عن الأمر قال اسألوا عائشة. اسألوا عائشة وهي في سن أولادهم. هنا بس كبار الصحابة سيدنا عمر في بعض المساكن الصديق لأنها حضرت ما لم يحضر كثير من الناس ورأت وسمعت رسول الله ما لم يسمع كثير من الناس كانت ملازمة له زوجته وأحب النساء إليه بعد سيد خديجة. إذا ندرك كانت موهبة كيف نمى النبي فيها هذا حتى وصلت لهذا الحد في 9 سنوات. ندرك مطلوب من كل زوج أن يبحث عن موهبة المرأة زوجته وعن مواهب أولاده فينميها فيه. قضية في منتهى الخطورة. لو أننا نمينا مواهب أولادنا ونسائنا ما فاقت أمتنا أمة. أنت بهذا مش تبني ابنك، أنت تبني أمة ببناء ابنك وبناء زوجتك. وده معنى هذه العرفة. عرفنا موضع الموهبة، رأينا أثرها في حياتنا، أي خطأ يقع من هذا الموهوب أو هذه الموهبة على الفور ننظر لموهبته. وده نص الحديث، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. فنجعل هذه الموهبة المسند والتكأة اللي بنغفر أمامها كل الذلات. صخرة ضخمة، أخلاق عالية جدا، كل خلق سيء يقع أمامها هذه الحسنات تأتينا بألف شفيع تغفر بهذه الأخطاء والسلات. إن فعلنا ذلك استطعنا أن نتعامل مع النساء ومع الأبناء معاملة من يود أن يعالج الخطأ لا أن ينتقم لما أصابه بسبب الخطأ. معالجة الخطأ تربية، والانتقام والعقوبة عقوبة وليس تربية. ليس تربية. كثير من الآباء فهم يقول ربي يعاقب ابنه، يعاقب امرأته، بعض طوالي رفع السيف. أنت أخطأ، أنت أنت أنت. الكلام ده مذمة كبيرة، وخاصة إذا كان العيب عيب خلقي ولدت به، نشأت به، ربيت عليه. علاج يحتاج لوقت، مش هتعالجه بكلمة منك ولا بعقوبة ولا برفع صوتك ولا بتذكيرها بالعين وتبكيتها به أبدا يا إخوانا. لذا جاء في حديث مزارع المرأة التي مدحت زوجها مدحته بهذا، بإن الله يؤرقها بما أطلعه الله من أخطاء وعيوب. فتقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. دي مدح ولا ذمة؟ ها معنى قلنا حديث المزارع في نساء ذمة ونساء أحمد عد. ها هذه مدح ولا ذمة؟ مدح. لذا مدحته بخصال تشتهيها المرأة. قالت زوجي إذا دخل إيه؟ فهد. يعني يعامل امرأته معاملة الفهد مع الفريسة. وإذا خرج أسد، خرج البيت ما بقاش فهد يبقى أسد. طب ليه؟ حدش منكم سأل نفسه؟ لماذا؟ الفهد يا إخوان له طبيعة مع الفهد والأسد والنمل والقط، كل دول بيعتبروها فصيلة واحدة. يعني القطط فصيلة الأسود والفهود والنمور. واضح؟ يقول الشاعر لما عاش في بلد الأندلس في الفترة اللي كل إيه رئيس قرية اعتبر نفسه ملك ودولة وسمى نفسه بقى اسم عظيم عشان الدولة الصغيرة اللي عاش فيها دي، ولكن معتصم بالله ومعتضد بالله. ك
كده. فرجل أذهله هذا فقال مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ندرك القط بنفس الفصيل. الفهد لو طبع علينا مع ملحوظ الفهد أسرع هذه الفصيلة. الفهد أسرع من الأسد وأسرع من النمر. قدروا سرعته بكام؟ 120 كيلو في الساعة. ها؟ سيارة مرسيدس. الفهد أسرع دابة. هذا الفهد له طبيعة خاصة. لما يحب يصطاد فريسة مع السرعات الكبيرة دي ما يجيش وراه. يعمل ايه؟ ينبت على الشجرة ويثبت كل عضو فيه من غير حركة حتى عليه. يثبت نظراته ما خدش يدرمش. حتى يعطي الفريسة الأمان إن لا يوجد حي يتحرك على الشجرة. فتأتي ترعى تحت. وصلت؟ فبيسيبها تاخد راحتها لغايه ما توصل لمرحله تلعب في رجليه وفي جسمه ما يتحركش ما تهزش لغايه ما يجد نفسه ايه خلاص اصبحت في متناول يده. قفزه واحده جابها خلصت. فالمراه بتصف زوجها في البيت بهذا الوصف. يعني ايه؟ بيسيب الزوجة تأخذ راحتها معه. كل شيء عايزة تعمله تعمل. لا يبص عليها ولا يرعبها ولا يرهبها. الأسد بيرهب. مجرد يطلع صوت اللي في آخر الحديقة يفر. صوت الأسد زئير الأسد مش كده ولا إيه؟ الفهد أبدا لا يسأل ولا يصوت. لا خليها براحتها على الآخر. فالمرأة تصل زوجها بهذا بيتركها تأخذ راحتها على الآخر وتلعب براحتها وتهزر براحتها وتوصل النهاية. فإن جاءت ساعة انقضاضه لا يسبقه أحد. وصلت؟ يبقى إذا دخل البيت خارج البيت لو سلك هذا السلوك اعتبروه بلادة للرجل. لا قالت وإذا خرج أسد خارج البيت صوت يرعب الدنيا كلها وجوده يطهر المكان كله. ما في واحد يقرب حرمه ولا مملكته لا أسد ولا ذئب ولا نمر ولا غيره. هو أسد. ليه؟ لأن خارج البيت هو الحماية. فإن أمن المكان عاشت خلفه آمنة. يبقى إذا دخل فهد وإذا خرج أسد الشاهد فين؟ قالت ولا يسأل عما عهد. رغم قوته في عطاء في البيت وهذا في عطاء في البيت لا يسأل عما عهد. عرف عين بيعم نظر عنه يعالج بوضع شديد براحته لغاية ما يطمئن أنها أعينت على نفسها وعلى شيطانها. لا يسأل عما عهد. هذا موضع مدح في الرجل. رأى عين جزء من علاجه صبره عليه. ولذلك ربنا بقى أمرنا بهذا حين قال وأمر أهلك بالصلاة. في أوجب الصلاة؟ ها؟ في عبها بعادة أوجب ترك الصلاة؟ أم الفراغ عمود جدي قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ قال اصبر واصطبر. طب إيه الفرق بين اصبر واصطبر؟ مصابر وفعل مدهن. الصبر له خمسة منازل. مرات صبر صبر تصبر
صبر استبر. أعلى مراتب الصبر الاستبار. فإن أمرنا بالاستبار على أوجب الواجبات على الصلاة يبقى من باب أولى بالاستبار على ما هو دور الصلاة. يبقى علاج العجل على الصبر منه والعايز الاستبار يبقى عايزنا إيه؟ فهد. عارفين الفهد؟ الجمال الفهد ده اسمه استبار. لما يسيب الفريسة تلعب رد تلعب في جسمه وهو ثابت ومثبت نفسه هو ده الاستبار. واضح المعنى؟ فاصطبر عليها، اصطبر على علاج عيبها، مش مجرد ما اقع العيب نولع ابدا ذكرتها مره اثنين ثلاثه انت لسه مستمره نعمل 100 خناقه. طب وهي ماذا تملك؟ اذا كان العيب ملازم وصعب علاج وادمنت اصبح ادمان، مش في مدمنين؟ في عيوب بتدمن كمدمن خمر ومدمن دخان، مدمن خطر معين، مدمنة نوم، مدمنة كسل، مدمنة بطء شديد عايز حركة سريعة، أدمنت عيب لابد أن نعالجه بالاستبار ولا يسأل عن معاد حتى يعالج العيب. واضح المعنى الأخير ده يا إخواني؟ بهذا تعالج العيوب. لذا قال تعالى خذ العفو. طيب بس هنأدي وأمر العرف وندخل على إيه؟ وأعرف. ها؟ وأعرف. هو ده معنى أعرف عن جهني. لا يسأل عن معاد. يعني أعرض. ولأن أعرض الجن أزال محاضرة العدد. لكن نبين منها مستفاد. قال لي وأعرض عن الجاهلين. فسمى السلوك المعيب ايه؟ جاهلين. يعني احنا ما فينا جاهلين؟ ايه. والصحابة ايه الصحابة. وثبت هذا في الحديث الصحيح. من اوائل من اسلم سيدنا ابو ذر. يعني من السابقين الاولين. سيدنا ابو ذر يقولنا في ترتيبه في الاسلام كان خامس من اسلم. خامس واحد. يعني لم يسبقه الاسلام الا اربعه. بل كان يظن هو انه الرابع مش الخامس. لانه لم يرى عتبه اسلم قبل من غزوان. فكان يظن ان اسلم قبل ثلاثه فقط. فكان يحدث يقول كنت يوما ربع الاسلام. انا كنت في يوم الايام ربع عدد المسلمين. لوحدي. أبو ذر يا إخواني ليس من أهل مكة، فكيف صار خامس من أسلم؟ أبو ذر من قبيلة غفار، وغفار تسكن في شمال الجزيرة قرب الشام قرب الأردن على ساحل بحر الأحمر. سيدنا أبو ذر من كثرة ما سمع من أحبار الشام ورهبانهم عن النبي الخاتم وأنه ولد في مكة وأن هذا العام عام ظهوره ونبوته، يقول جلست أنتظر كل وفد قادم من مكة إلى الشام فأتعرض له فأسأله أما ادعى أحد في مكة عندكم نبوة؟ هو اللي كان بيدور على رسول الله من كثرة ما سمع. أما ادعى أحد أنه هو؟ حتى قال لي أحدهم سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا يسر. قال أبو ذر فقلت له ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فأدبرت في نفسي قلت إذا هو. فخاف يجي لوحده هو تتعرض له قريش. قال فأرسلت أخي الحسن بن خالد. قد أرسلت له أخي فالتقى برسول الله ثم عاد فسألته إلى ماذا؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه
وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكسام المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام وأخذ عدد كل خلق الإسلام. قال أبو ذر قلت إذا هو لا أذهبن بنفسي. فجاء إلى مكة فلما سأل أين محمد بن عبد الله قريش انتبهت، واحد غريب بيسأل محمد، يبقى إذا دين محمد اللي بيسر بيه ده وصل بره. الأمر ده مزعج جدا للمشركين فخافوه. قال ما حدث لمحمد، عايز تقول ايه؟ قال كنت بيني وبينهم تجاره فتركوني. لازم نشوف فلوس ماشي، لكن دين الاسلام ابدا مش هنسمح له. دين الاسلام لا، بذل الفلوس تمام، انت بتاع مصالح مثلا. هذا حال كل اهل المصالح في التركه عشان لا تستغرب هذا. الدنيا كلها قامت على هذا الا من رحم ربك بدين التشريع. قال فانطلقت الى الحرم وانا وجد خائف، خايف يسال حد تاني يعرف انه هو عايز يتعلم منه دين. قال فجلست في الحرم اتلفت، فجاء طفل 10 سنوات. قال يا عم يا عم اراك غريبا. قال نعم. قال الك حاجه اقضيها لك؟ قال ان اسررت لك بحاجتي تكتم علي؟ ما تعلنهاش لاحد؟ قال اكتم. قال أود لقاء محمد بن عبد الله. من الطفل هذا؟ كان علي بن أبي طالب. سيدنا علي. قال أكتب. فقال للغلام انتظر حتى تزول الشمس. تزول يعني أذن الظهر، وقت الظهر. ما كانش عندهم ظهر، لكن كان ده وقت الزوال. لمبدأ الفي الظل ينتقل من جهة لجهة تانية. الظل نفسه كان يسموه الفي. ودي من استعمالات كلمة الفي. ها؟ لأن لها عدة استعمالات. يقول طرفة الإمام الأصمعي بيسأل فتاة عربية دارس الفي يقول لها أين أباك؟ فجابت له كل مردفات الفي. قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا. فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. فهمت حاجة؟ لغة عربية والله. ده جاءت بكل استعمالات فاء. أبي فاء ليفيء لنا فيئا. فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. ترجم ترسيجه. الله المستعان. ابي فاء فاء تستخدم بالشيء ضد، ذهب يقال فاء وعاد يقال فاء، يبقى فاء ذهب وفاء رجع، لكن تفهم السياق. فقالت ابي فاء عن ذهب ليفيء لنا فيئا ليصطاد صيدا. فالصيد يسمى فيئ ويفيء يصطاد. ها يبقى ابي فاء ليفيء لنا فيئا يصطاد صيدا. فإن فاء لنا فيئا اصطاد صيدا مش هيرجع في الحر الشديد. فإن فاء الفيء فاء يعني تحول الظل وذهبت الحرارة فاء رجع، يبقى مش هيرجع على أصالي. أبي فاء ليفيء لنا فيئا. فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. إذا ندرك هذا المعنى. قال فإن فاء الظل جئتك فأسير أمامك، إن وجدت الطريق آمنة أشرت لك فلحقت بي حتى أبلغك منزل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعمل كده سيدنا علي، يمشي قدامه ما لقاش حد يقول له تعالى شوف لغاية ما وصل له. فسأل النبي إلى ما تدعو؟
فسمع منه ما سمع من اخيه فقال ابسط ابن كبيرك فبايع ونطق الشهادتين. ثم قال عباره عجيبه، قال يا رسول الله اليس هذا الحق؟ قال بلى. قال والله لو اسمعنه قريشا وانكره. الموقف ده ماذا نفهم منه؟ موقفه ابو هريره ابو ذر قوله الحق مهما بلغت التبعات. لذا قال له النبي بعدها يا ابا ذر قل الحق وان كان مرا. فكانت هذه مهمه ذر، ورغم انه الموهوب وصاحب قوله الحق في مواجهه كل الخلق في احلك المواقف اللي قوى الصحابه خارت، ابو ذر لم يخر كمدرسه الوعد، مدرسه الوعد امه لوحده في قوله الحق. الشاهد يا اخواني رغم هذه الموهبه الكبيره كان في جهله مع النبي يجلس في احدى الغزوات والنبي يستشير اصحابه وابو ذر واحد منهم في معركه معارك، فاشر ابو ذر كان شديد برايه شديد جدا انه عايز الجيش يقتحم جبل عالي لكن يقصر المسافه ويجعل الجيش ياتي خلف الجيش المشركين، ممكن هذه الخطوات تقضي على نصف الجيش. فلما اشار بهذا الراي كان احد حضور سيدنا بلال، وبلال اسبق من ابو ذر في الاسلام. فسيدنا بلال قال عباره عجيبه، قال يا رسول الله ما هذا الراي؟ راي ابو ذر ده اذا ضاع الجيش. سيدنا ابو ذر غير متصور ان عبد يرد رايه. سيدنا بلال كان بالنسبه له عبد يقول ليس هذا الراي. فغضب فقال يا ابن السوداء. فغضب النبي غضبا شديدا قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه. اللي بيقيس ناس بعنوانها هذا سلوك جاهلي رده الاسلام وقضى عليه. قضى عليه يا ابا ذر انه كامرؤ فيك جاهليه اعيرته بامه. يا ابا ذر اخوان كان عبد فلو دي مش مزاجك ومزاجك ده ربنا سخره لك. اخوان سموه اخوان مش عبد عندك. اخوان خوالوكم خوالوكم يعني انه يقوم بخدمتكم. اللي بيخدمك ده انت بتصحبط عليه ولا بتصحبط عليك؟ تخيل لما تذل من يخدمك تبقى انت انسان واعي. عسكر بيحميك توقف له كله في الشمس عشان سيادتك تمر. الذل ذل الكلاب وبالجوع والعطش عشان تمر يحميك. اخوانكم خوالكم قد جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم وتطعموا واكسوهم وتلبسوا ولا تكلفوهم ما لا تطيقون فان كلفتموهم فاعينوا. ابو ذر تنبه ان هذا عيب وخطر فورا عالج علاج عاجل وعلاج اجل. العلاج العاجل قام مسرعا فضع خداعه التراب وقال يا بلال قم فطبن عليك خد النار دوس على خدي بنعليك. قم فطبن عليك خد الاخر فهذا حق عزيز مثلك اعزه الله بطاعته في حق ذليل مثلي اذله الله بمعصيته. سيدنا بنام فرصه ادوس عليه اللي عامل فيها ابن الاكرمين ده؟ ابدا. ربوا يا اخواني ربوا على الغالي ربوا على المكان. بلال جثى على ركبتيه وقبل ابا ذر في جبينه بين عينيه
وهو يبكي يقول هذا حق جليل طالما للرحمن سجد. ايه الادب ده يا اخوان؟ ايه الادب ده؟ ابو ذر بعد هذا الموقف مش لم يعنف عبد ابدا، بعد هذا الموقف لم يطعم طعاما قط الا واطعمتهم منهم الكريم. مش ديون الاكل بعدهم نفس اكله يشيروا فيه. ما اشترى ثوب الا اشترى منه لملك يمينه عبيده، نفس الثوب، نفس الثوب، حتى لا يميز بينهم وبينه. بعد هذا النص الذي تكرر ادب، اذا وقع في الجهل وقع كل انسان فينا عرضه لهذا. اي عرضه لهذا؟ كل زوج عرضه لهذا، عرضه لهذا، كل زوج عرضه لهذا، عرضه لهذا. وكما قلنا لا يخلو الانسان من جهله، صدر من امراه سلوك جهله، كيف اتعامل معه؟ اول خطوه تعرض، لذا قال تعالى بها بدا واعرض عن الجاهلين. وضعت وقع الخطر، اذاك، اغضبك، انت مطالب تعالج ما في نفسك. اول طريق العلاج ان تعرض، وده نص القران، قال واعرض عن الجاهلين. يبقى كل سلوك جاهلي يصدر من اي انسان انت مطالب بالاعراض عنه في اول لحظه. ليه؟ لان الاجر يكتب على اول لحظه. اللي هيصبر في اول لحظه ياخذ اجر الصابرين، اللي مش هيصبر في اول لحظه ولا تحمل الصدمه ضاع اجره. ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فوجد امرأة تبكي تولول على فقير لها، فقال اصبري واحتسبي. قالت إليك عني ابعد عني، فلم تصب بمصيبتي، لم تعرف أنها مصيبة. فلما انصرف النبي عنها قيل هذا رسول الله، قالت فجئت داره فوجدت على بابه بواب، فقلت يا رسول الله اعذرني لم أعرفك. فما ترك الدرس له، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الصبر الحقيقي فين؟ عند بداية الصدمة. إنما الصبر، إنما في اللغة في الحصر، أي الصبر الحقيقي هذا موضعه. ساعة ما تصبر هتصبر ولا تصبر؟ صبرت في أول لحظة أنت من الصابرين، أخذت أجر الصابرين. ما صبرتش وزعقت وصرفت وغضبت وثبت، ثم بعد ذلك فقدت الامل فصبرت. صبرك الذي بغير رضا هذا يعد صبر. الله يرحم احد علمائنا كنا في محنه، فكان يمر عليه في المحنه يقول اخواننا اصبروا وان لم تصبروا ستصبروا. وانت عندك حل ثالث، ان لم تصبر بالرضا وتنال الاجر صبرت رغم انفك ولا اجر، ولا أجر. إن لم تصبروا ستصبروا. القدر جرى جرى، خلاص انتهت القصة. من يرد؟ لا رد إلا الله، والأمر ليس بأيدينا لكن بأيدي الله وحده. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا العبد وجد سلوك موجه من المرأة أو خطأ من المرأة أو كلمة أذته مطالب ابتداء يعرض. لماذا الإعراض؟ لعلاج نفسه هو، علاج غضبه، علاج ثورته، علاج نفسه من ان يقع في خطا في مقابل خطا. فلا تقابل السيئه بالسيئه. لذا قال واعرض. جمهور العلماء قالوا الاعراض هنا اعراض كر لا فر، مش معنى الاعراض ان نحسبها تموت على عيبها وتموت بخطئ تدخل النار وانا مطالب بانقاذها من النار بنص القران.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن إعراضي يعالج نفسي أولا حتى أتحول لمربي لا لمنتقم. إن عقبت في البداية فأنا منتقم سواء من امرأتي أو ابن أو بنتي. إن عالجت نفسي عدت مرة أخرى لمربي. لذلك قال أعرض إجمالا. في الآية الأخرى جاء التفصيل. قال تعالى بعد أن ذكر لنا أسوأ خلق ممكن يصدر الإنسان معك، فقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا من أنزل إليك. فإيمانهم ليس بإيمان، إيمان منافقين مدخول كله. لذا سماه ربنا زعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، هو ده مرادهم وهدفهم، أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الشياطين، شياطين نسوا الجن. يريدون مش عايز يتحكم لله ولا رسوله ولا دينه ولا الكلام أبدا، نتحكم لأي أحد إلا الواحد الأحد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رافضين حكم الله جدا. منافقين كفروا وأعلنوا كفر وبرأوا من حكم الله، بل فوق هذا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم. يعني رب العباد عقفهم على ذنوبهم، عملوا ايه؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوا بعد المصيبه يحلفون بالله ان اردنا بجرائم التي فعلوها وصد عن سبيل الله ورفض حكم الله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. هذا يسمى في حكم الشرع مستحيل. لما ارى جريمته احسان وتوفيق متى تغير؟ يرى عيبه إحسان وقمة الخلق، يرى جريمته إحسان وقمة التوفيق من الله. يبقى ده تغير؟ هذا لا يتغير. أسوأ جريمة يرتكبها الإنسان أن يستحل لما حرم الله ويرى التوفيق من الله. لك يا سلام، المتدينين دول متشددين، والكفار كفار، وإحنا الوسط أهل النفاق، وربنا أمرنا بالوسطية. ها؟ إن أردنا إلا إحسان توفيقا. يقول تعالى نبيه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب كيف نتعامل معهم؟ قال فأعرض عنهم. إعراض كرر ولا فرح؟ كرر. لذا قال فأعرض عنهم. إعراض تعالج به نفسك وعذهم. ارجع تاني كرر عليهم لتصحح أخطاءهم وتعالج عدوهم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قول بلغ. خلاص يا زلمه، ده احنا لسه هنخش في الموضوع ده ان شاء الله.